تحكوا على برشا جمهور ملعب تونسي تساهلوا على مروان تاج، ايه شنو هي يعني رأي فيه؟ رايك فيه مش يعني الموقع اللي باش يلعبوا يعني مروان تاج، عباد تقول ظهير ايسر كما عملنا ولا مع باتريك لعب الي جوش، مع نبيل الكوكي سنا لعب رير جوش، مع الانترنير ذا يعني شاهدوه في الحصص الاخيره ولا في المباريات الوديه الاخيره يعني يلعب كبيفو ثاني ومتقدم، يعني سي حاتم كنت توضح لنا شويه والجمهور الملعب التونسي يعني توضح. سيور هو ولو معناها جوار معناها تاج من جوالات معناها سما انا مطلعتهم سينيور، معناها تاج معناها من قبل هو صغير نعرف عنده تحس عنده اللي كاليتي مش توصلوا يلعب سينيور، فاهم؟ جوار تريز اوبورتينيست ياسر كي يبدا يلعب هذيك اللي بوان اللي عنده هو لازم يفهمها تاج، معناها يلعب من غير ما صحيح ما تنجمش لازمك ثم ديتاي ثم حاجات ما تنجمش معناها ما تنجمش تلعب وتعمل كالكول في الكوره صحيح، اما ثم حاجات لازمك اوبليجي تعمل فيها الكالكول في الكوره، لازمك تعرف كيفاش تلعب وقت تستكلي وقت تضرب وقت في البوزيسيون هذيك تشد فيها الكوره، يعني الزون اللي ما تشدش فيها الكوره لازم الكاليتي هذوك اللي ناقصين في تاج، خاطر كي تراك الكاليتي بروت معناها انا ديما نغزر له بروت تاج، معناها حاجه ما فهمش معناها بروت معناها نقص عنده كل حاجات لازمك تنظفهم فيه تروشيك تزفيت تروشك تاج، بالنسبه لي انا جوار انترناسيونال جوار دو نيفو تاج راه بالك خاطر كي ترا في تيست فيزيك بالك في الكوره لازم الفيزيك وبعد تحكي على التكنيك تو كي تعملوا تيست فيزيك يتكلاس معناها في الليغون في الشامبيون دو فرنسا معناها يضرب لك في 19 معناها بالي يعمل لك معناها كي يبدا يجري لك التيز معناها فتاع هو نيفو ان ديمي ديفونسيف هو نيفو تيز في الفيزيك ابار تينيك تكنيك وتكتيك نتاعو هذيك كاليتي فيزيك معناها توصلوا ينجم يلعب في نيفو تيز. الحاجه الثانيه كيما قلت عليها انت البوزيسيون هو تيز معناها سي ان جوار كيما نقولوا احنا جوكر ولو انا جوكر ما نحبوش في الكور خاطر لازمك تكون سبيسيفيك في بلاصتك في الكور لازمك تكون في بلاصتك كاريل غوش سبيسيفيك ان دومي غوش سبيسيفيك اوفنسيف ان دومي غوش ديفونسيف سبيسيفيك هو بالنظر نظرتي انا وبالنظر الكونترولر كي حكيت له عليها قلت له انا البروفيل نتاعو شنو هو بيتو ماح في الفكرتي انا خاطر كي نروح تيج نروح ما عندك يجي ان دومي هو مش ان بيفو كلاسيك مش نوم دو كروار كلاسيك ان دومي رولاير في الفوتبول تسمى تيج معناها يلعب لك عنده 50% ديفونسيف باهي فيه و 50% في الاوفنسيف باهي فيه وان بليس اللي تري اكتيف في الوسط سي ان جوار موبيل يتحرك يتحرك برشا صحيح معناها يعطيك انيماسيون في الوسط اللي انت محتاجها لو جوار دو ديمي رولاير ما سورتو كي تلعب انت اون لوزونس معناها اون تريونكل معناها ديمي بيفو اكسيال ديمي دروا ديمي كوش من اقوى جوارات معناها موجودين في تونس راهو تيج علي صار هذاك علاش احنا كي نراو كي نلقاو ان جون حكينا ما نحكي لك جلوبالمون توا كي نلقاو ان جون كي باش يتيح على كل ورد اللي صار واللي هو يدخل وسط يساعدنا خير باش فيه جون هذاك تحس في بلاصته كي تلقى ان جوار معناها تلقاه سبيسيفيك في اريل جول لاتيرال جوش نتاعه واللي هو يدخل في وسط يساعدنا خير كي ما تلقاش انت في البوست هذاك هو اوبليجي باش توخر تاج وتشوف واحد اخر في الوسط معناها نظره شامله يعني لما تكون ديما تقعد نظره لونترول هي الاخرانيه كي حكيت انا وياه شنو نظره سي حاتم سي حاتم كمل سؤالك على حسام الدريدي الجمهور ملعب تونسي يتوقع منه برشا برشا يعني يقولوا مشابه برشا لعبوا ليوسف المساكني وكوارجي برشا مي في البارتيات مازال يعني ما ظهر شيء شنو السبب يعني؟ صحيح لو معناها يمكن البروفيل صحيح يشبه يوسف اما يختلفوا شويه في الموفمون خاطر يوسف معناها بلو بيركيتون بلو رابيد يحب الكره ودونك بلو تكنيك اكثر من يوسف في ساقيه كيما قلت معناها هو من الاول صغير معناها نعرفوه معناها حسام الدريدي دونك معناها من المينيم هو انترناسيونال معناها عنده ان كاليتي معناها جوار دو كاليتي الحاجه اللي باهيه فيني كي تغزر له خاطر تفرق راه في الجوارات معناها كي تغزر له انت معناها تحس جوار معناها عنده كاليتي تكنيك معناها اوتسي معناها دو لا موين معناها يهرب بصحابه في الكاليتي هذيك لكن لازم الكاليتي هذيك ما تلعبكش علاش ما تلعبكش الحاجه اللي انا بون ولا وانا ليا 3 4 سنين تو معناها مش قادر انا فيه معناها مش فاهم علاش ما يلعبش كي حكيت معاه وزرت شكون معناها يمكن عنده دي بروبليم بليسيور برشا قاعد يضرب معناها كي يلعب لك يلعب دو ثلاثه ماتشات وبعد يقص ثلاثه ماتشات يقص لك مش قاعد ياخذ لك الممارس بروغريسيون ورا بعضها مع بعض يمكن من الحكايات هذيك معناها اللي خلينا نقصت كي ما معناها لونترونور بيدو معناها عجبه برشا معناها قال لي معناها انا جوار دو كاليتي عنده مستقبل كبير برشا في الملعب تونس كيما قلت لك تبقى خويا التيران التيران اش معناها لونترومون كي يجي ترينا ساعه ونص علاش مشغول لونترومون لازم نستفهم انت ترينا سانك سيون زونترو مش تلعب ماتش يعني عنده قيمه قد ما ترينا اكثر قد ما تلعب ماتش مليح راه كان جا ما عندوش قيمه زونترو مون وني ترينا وين سيون زونترو مون ونلعبوا خمسه ماتشات فهمتي معناها لازم يفهمها ما لازمش لازم تلعب ماتش كوره الا ما تكون تريني ما تريني 100% اللي تعديها ساعه ونص ولا ساعتين زونترو مون عملها 100% صحيح الا معناها داخل فك في النيفو نتاع تقعد عام وانت ترينا في النيفو هذاك شارج دو ترافاي نتاع سينيور
وقتك كي توصل تلعب سينيور ماتش ثلاثة كيما رد بالك، راه ديما نحكي لك راه مش سينيور مش ماتش، كي تعمل لك اللي كامل وتشد في النيفو نتاعك وقتها خويا جوار دو كاليتي. مادام انت ما عملتش اللي كامل تلعب تيتولير تقعد اسم. لكن نرجع نقولوا ما نحبش نسميهم انا خاطر مش كان هو، ثم زود ثلاثة جوار اخرين بالنسبة لي انا من اقوى جوارات في تونس. قلت له يوسف مساكني وهيبه مساكني كي مشاو، بالنسبة لي انا عندنا ثلاثة جوارات في الملعب التونسي سينيور تو لازموا يعملوا كارير كويسر في تونس. باش نسألوا على عودة أسامة السلامي كيفاش تراها؟ أمير العكروت. إلى جانب زاد الدينيزي وحمدي المبروكي. كما قلت لك نرجع للكلام الأولاني معناها ما تكون معناها كي أسامة السلامي معناها ما غير واحد باش يحكي عليه معناها. أنا ود الملعب التونسي معناها أنا نذكر أسامة السلامي أنا سينيور جايبينه معنا صغير خريمير جوار فوتبالور تونيزي. من هو صغير معناها معناها كاليتي موهبة من عند ربي أسامة. كيف كيف كمل كارير وعمله في الكلوب افريكا معناها نجح عمل كارير كبير حب يرجع للملعب التونسي معناها جمهور الملعب التونسي وبيرو كيف كيف رغب باش يرجع معه في الملعب التونسي عندنا بيدنا كي جينا لقيناه معناها كي تراه معناها شوف ثم لي جوار اللي يمكن الكلام اللي قاله جزيري على سانتوس يمكن ما عرفش كيفاش يفسروا جزيري كي قال سانتوس كي يدخل في السير مش حكيت باش تعلم منه جوار يربط صباطه كي أسامة سليم يدخل معه في الفيسير يرى الجوار كيفاش الكومبورتمون تاع أسامة في الفيسير، الكومبورتمون تاع أسامة كيفاش يسرنا، الكومبورتمون التكنيك تاع أسامة كيفاش يركع الكرة، كيفاش يسيب الكرة، كيفاش يتحرك في التكنيكو تكتيك بلاسمون روت بلاسمون تاع أسامة، حتى ولو هو مش قاعد يلعب تو كي راه برك في ليزونترومون ديجا يكبتي جوار عليه. أبار هذيك الكوتي معناها كي تراه أنت كيفاش معناها ياخذ لك الجوار يحكي معاه، كيفاش معناها يونتوري الولاد الجمعية الصغار، فهمتني؟ معناها عندها قيمة، الجوار ما تكون الإكسبيرونس عنده قيمة راه. لما نرجع نقول راني انا ما عمره ما تجي كيب تلعب كيب صغار واحد راه ما تجيش ما عمره ما تدخل ما تجي ما تدخلش المخ قليل مش تنجح لك كيب ديما مش تلقى اللي مو قليل معاك في الجمعيه هو ماشي خاطر لونترونور راه الستاف تكنيك بصفه عام مش هو برك راه يقيد الجمعيه راه الجروب نتاعو راه بعد الجروب عنده قيمه معناها هو حلقه ما بين الحلقه ذوق الحلقه اللي تابعه لونترونور بار البيرو بار الجمهور بار ريكروتمون بار كذا 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 الحلقه ذوق فيها تدخل فيها وريزولتا وكذا، الحلقة الثانية لازمك عندك دو جوارك ليه؟ الجوار اللي دول في ذوكم في الجمعية اللي هما مش ينطروا لك الجوارات البرا في الاستاجات قبل الماتش بعد لونترومون في لونترومون الكونسيني نتاعو لازمك اوبليجي تلقاه من الحاجات الباهية اللي الجوارات اللي تسمي فيهم انت هذوما الرجوع تاع جوارات هذوما اللي رجعوا معنا لأربع خمسة جوارات هذوما. باش يعاونوا الفريق يعني؟ بيان سور كما يعاونوا الفريق علاش موجودين؟ مش جوار مش واسم برك راه. كلك ديما راه نظرتي انا بيرسونيلمون نظرتي انا راني تخصني انا فهمتني نظره بني انا معناها انا حسب من صعيب ياسر كرام معناها جوار كمشوعاتي على شنو وقع في الجروب معناها امبوسيبل من صعيب ياسر باش يدخل